سيارة سمارت جديدة، إلا أن الجيل الثالث منها بات في الأسواق الآن، والشعار ما يزال أكبر قدر من الرحابة في أصغر مساحة ممكنة. سمارت هي سيارة المدن السريعة، والتناسب مهم تماماً مثل البشر. فكما أن هناك مؤشراً لتناسب طول الإنسان مع وزنه، هناك مؤشر لتناسب طول السيارة مع وزنها، إذ يتم قياس طول السيارة من دواسة البنزين وحتى نهايتها، وتبلغ هذه النسبة لدى سمارت 75%، وهي قيمة مثالية وتعتبر ميزة خاصة بسمارت. تصميم الجيل الثالث تغير كثيراً، فالسيارة تبدو أقرب إلى المكعب، ولكنها لم تفقد سحرها وهي ملائمة جداً لشوارع برشلونة. رغم طرحها في السوق منذ أكثر من 10 سنوات، لم تنسى سمارت حيلها القديمة، إذ يمكن ركنها عرضياً بدل الركن طولياً في مواقف السيارات الضيقة. تم تطوير السيارة بالكامل، فلدينا ما نسميه هيكلاً مجرداً، أي خلية آمنة جديدة تماماً باستخدام فولاذ ذي متانة عالية للغاية، ما يجعل السيارة أكثر أماناً. كما زودنا السيارة بأنظمة أمان مساعدة مثل نظام قياس الرياح الجانبية الذي أصبح معيارياً، وكل ما يتعلق بالاتصال بالإنترنت، وذلك للحصول على معلومات آنية عن حركة المرور. كل هذه التقنيات الحديثة قمنا بإضافتها للسيارة. وهكذا يبدو الهيكل الجديد لنموذج سمارت فور 2. في داخل هذه الخلية السوداء يشعر الجالس بأقصى قدر من الأمان. وفي إصدار سمارت رقم 1 أصبح اللون البرتقالي الفاقع من علامات التصميم، وفي الأمام تحمل سمارت وبفخر شعار الشركة. في الخلف اسم النموذج سمارت، وعلى الرغم من أن الأبعاد الخارجية أصغر بكثير، إلا أن سعة صندوق الأمتعة ليس أصغر بكثير من سيارة فولكسواجن بولو. وفيما يتعلق بالمناورة في الأماكن الضيقة أدخلت تعديلات أيضا. نريد تحقيق رقم قياسي عالمي، فالنموذج السابق من سمارت كان يتميز بدائرة دوران قدرها 8 أمتار و 65 سنتيمترا، لكن ذلك يقل في الجيل الثالث، وهو ما أجربه الآن. المثير أن ذلك ممكن حقا، حيث يمكننا تحقيق 6 أمتار و 95 سنتيمترا دون مشاكل. النسخة التي نختبرها من الإصدار الأول لسمارت فور 2 بمحرك ثلاثي الاسطوانات بقوة 71 حصاناً وسعرها 14,000 يورو. سرعتها القصوى تبلغ 150 كيلومتراً في الساعة، وهي ربما ليست سرعة كبيرة، إلا أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون البالغة 93 جراماً لكل كيلومتر يجعلها مرشحة لأن تكون من سيارات المستقبل. سمارت الجديدة مريحة أكثر من النموذج الأسبق، ولكن هذا لا يعني أنها مريحة لفترات طويلة، فسيارة قصيرة كهذه تبقى أقل استقراراً من سيارة ليموزين طويلة كالفئة اس من مرسيدس أو A8 من أودي. سمارت أصبحت أعرض بعشرة سنتيمترات، وهذا جيد، إذ يتيح للراكبين مساحة أكبر يمكن مقارنتها بالسيارة المدمجة مثل غولف من فولكسفاجن وأسترا من أوبل وفوكس من فورد. الحيز الداخلي مرتب وتصميمه ملفت للغاية، كما أن جهاز الملاحة يبرز من لوحة المفاتيح نحو السائق. استخدم داخل الإصدار الأول من السيارة قماش شبكي برتقالي اللون، وفي المحصلة يبقى التصميم مسألة ذوق شخصي. بطول 2.69 متر لا يمكن أن تكون سيارة حقيقية كما كان يقال سابقا، لكن سمارت الحديثة سيارة كاملة وبغطاء محرك حقيقي ومقصورة مريحة وأنظمة أمان متطورة، منها نظام استقرار إلكتروني ضد الرياح الجانبية، وهو يساعد على القيادة بأمان على الطريق السريع خلال الأجواء العاصفة. لكن الأمان له ثمنه في الوزن أيضا، إذ تزن سمارت 880 كيلوغراما، ما يجعلها تستهلك الوقود بنفس معدل استهلاك السيارات العادية ذات الأربعة أبواب. تصميم يمهد الطريق إلى المستقبل منذ فترة طويلة، إذ قليلاً ما نرى في المدن المزدحمة أكثر من شخص واحد داخل السيارة، كما أن ازدياد عدد مستخدمي السيارات الصغيرة مثل سمارت يخفف من مشاكل أماكن الوقوف في المدن.
سمارت أيضا مثالية للأعزب ولشريكين بدون أطفال يستخدمون السيارة كثيرا داخل المدينة وخارجها أيضا.